إذا أرجع للحظة 59 وحضرتك بعدك طالب وبالعشار صح؟ نعم. إيش كانت العشار بالتسعة وخمسين؟ العشار بالنسبة لنا إحنا الريفيين اللي جينا من البوير بالضبط عربي يروح الباريس. زين. بالضبط. زين. يعني لبس النساء لبس الرجال. قل ما اشوف واحد يلابس دشداشه ويمشي بالشارع عيب. اوكي ذاك الوقت زين. يعني مدينه البصره كانت مدينه حضاريه خصوصا العشار اللي هو مركز البصره. طيب مبهره. واهل الخليج عندما يجون يعني بسفنهم يسموه البوم زين ينبهرون يجيبون هم سمك يسمونه متوت زين. سمك زوري صغار ملح يبيعوا ويشترون مكانه اشياء بالبصره اللي ما كان ما عندهم هناك. نعم.